كلنا اولاد. وانا دايما اقول يعني ان انا اكتشفت احنا مش 5 اولاد، ولا هو ليه ابناء من ملايين في كل مصر، وحتى بره مصر، في العالم العربي، في كل الحته اللي فيها يعني المناطق اللي كانوا بيتطلعوا للحريه والاستقلال. ايه السر في 52 سنة حياة حتى بعد الوفاة؟ السر في 52 سنة حب، السر في 52 سنة تقدير، السر في 52 سنة من التطلع إلى صورته وتجربته وزعامته، كل حاجة، ايه السر ده؟ هو رقم 52، هو على فكرة الثورة كانت في 52، 1952 وهو توفى عنده 52 سنة، ومن 52 سنة. فيعني بص، السر ان هو يعني هو يعني قدر يمثل الضمير الجمعي للمصريين، قدر يمثل طموح المصريين، قدر يمثل آمال المصريين.